الكرة إلى لوتارو، يحاول لوتارو، وصلت إلى مخيتاريان، خطيرة إلى هاكا، جول جول جول. هكان الفنان يسجل هدف أول الإنتر. أني راتوري في الدقيقة 57 يسجل أول أهداف المباراة هنا في سان سيرو. هكان تشان هانوغلو يصل إلى هدف العاشر في السيريا، يسجل على يسار فانيا سافيتش، هدف أول لمصلحة الإنتر، لمصلحة البطل، لحامل اللقب هنا في سان سيرو، يسجل هكان تشان هانوغلو. يسجل هكان هدف اول في هذا اللقاء، هكان تشان هانوغلو. يسجل هكان تشان هانوغلو. هذا هدف 12 بالمناسبه وليس هدف 10. كرة على يسار فانيا سافيتش والكره في شباك تورينو. اذا واحد لا شيء، تاثر فريق تورينو بطرد لاعب الوسط الفرنسي التمييز. إذن هكان يسجل في شباك تورين، كل يحتفل هنا في ملعب سان سيرو. هنا بدأ السومر، هل هناك وضعية تسلل؟ هكان من علامة الجزاء في الدقيقة 60. هكان يتقدم، يسجل هدف ثاني للإنتر، ثاني أهداف الإنتر عن طريق هكان تشان هانوغلو، يصل إلى هدفه الثالث عشر هذا الموسم في الدوري الإيطالي. هدفين في مباراة واحدة يسجلها هاكان، وأليكسيس يريد أن يشارك احتفالات لاعبي الإنتر. هنا يطالب إنزاغي بالتبديل، وتشان هانوغلو يضيف الهدف الثاني لمصلحة الإنتر. انهار تورينو بعد طرد تمييز، استقبل هدفين في ظرف ثلاث دقائق. ولوتارو، شوف لوتارو، شوف لوتارو ولقته مع هكان، علما بانه لوتارو يحتاج الى هذا الهدف، لكن هذا هو القائد، وهذه الصفات القائد، وهذه المنظومه اللي ممكن لا يمكن ان تتغير، لانه سيموني انزاغي وضع هكان هو المنفذ الاول لركلات الجزاء، ولوتارو بالتاكيد لا يتجاوز تعليمات انزاغي حتى وان كان القائد. يترك ركله الجزاء لهكان علما بانه يحتاج ان يسجل هدف